حديث القاهرة والقصة الأخرى ليها علاقة بالفن. المرة دي المسرح القومي هو حديث القاهرة. جدل كبير جدا حصل بعد ما تم طرح اسم الشيخ محمد متولي الشعراوي كواحد من الأسماء اللي هيتم عرض سيرتها في أمسية أو عمل على المسرح القومي. حالة الجدل اللي حصلت كانت حول اختيار شخص الشيخ الشعراوي، لماذا وإيه كان السبب؟ إحنا الحقيقة بعد هذا الجدل الكبير، هل بالفعل اسم الشيخ الشعراوي هيقدم في عمل مسرحي على المسرح القومي ولا لا؟ الإجابة هتكون من خلال ضيفتنا العزيزة على تليفون حديث القاهرة الدكتورة نيفين الكيلاني وزيرة الثقافة. أهلا بحضرتك معانا معالي الوزيرة. أهلا وسهلا يا أستاذة كريم. أهلا بحضرتك. الحقيقة إحنا عايزين نعرف حقيقة وجود عمل فني على المسرح القومي هيقدم في شهر رمضان عن الشيخ محمد متولي الشعراوي، ده حقيقي يا فندم؟ لا يا فندم، مش حقيقي إطلاقا خالص. المسألة كلها إن كان في يعني إعلام، كان في مؤتمر إعلامي عن الجدول الفني للموسم بتاع المسرح في وزارة الثقافة، مسارح وزارة الثقافة، وكان من ضمنها فكرة أو اقتراح مقدم من مدير المسرح القومي بعمل أمسيات عن بعض الشخصيات الدينية في رمضان. أمسية عن شخصية في يوم وليست عمل مسرحي كامل زي ما نزل الخبر. المقترح كان مقدم من مدير المسرح، لم يعرض على اللجنة المختصة، في لجنة مشكلة الأفكار والأعمال المقترحة بتقدم عليها الأول على اللجنة، واللجنة بتقر الأعمال دي من خلال معايير وشروط محددة هي حطاها، وعلى رأس هذه اللجنة الفنانة القديرة سميحة أيوب والفنان أحمد فؤاد سليم، ومعاهم مجموعة كبيرة جدا من الفنانين في مختلف التخصصات. المؤتمر الصحفي ده كان معمول للإعلان عن خطة النشاط المسرحي هذا العام، وهذه المبادرة كانت مقدمة من مدير المسرح القومي. فلما سئل عن الشخصيات زي مين على سبيل المثال، فكان الاسم ده هو أول اسم طرحه على سبيل المثال وليس تأكيدا. وأنا طبعا أول ما لقيت الخبر نازل بالشكل اللي نازل بيه في الصحف على طول وجهت بأن أولا ما يتمش الإعلان عن أي أعمال إلا بعد عرضها على اللجنة وأخذ الموافقة والاعتماد، ووجهت بأن علشان يكون في أمسية بتتناول سير شخصية للناس، مثلا شخصيات عامة، لابد من الاختيار يكون للشخصيات التنويريه اللي اثرت في المجتمع في كافه المجالات. دي جزئيه مهمه جدا معالي الوزيره، بس للاسف صوت حضرتك مش واضح معانا قوي، فاحنا عايزين نوضح الصوت شويه. في حوالين حضرتك صوت معطل علينا الصوت، والموضوع غايه في الاهميه وعايزين نسمع له جدا. سياده الوزيره حضرتك معايا؟ طيب، بمناسبة موضوع سيرة الشيخ محمد متولي الشعراوي اللي هتعرض على المسرح القومي، الموضوع وصل مش بس إن عمل جدل في أوساط مختلفة منها المنتجين والمثقفين والفنانين، إلا إنه وصل أيضا لقبة البرلمان، لأن النائبة فريدة الشباشي تقدمت بطلب إحاطة داخل البرلمان حوالين هذا العمل. إزاي هيتم إنتاج عمل عن سيرة الشيخ محمد متولي الشعراوي في المسرح القومي؟ ومعانا مرة تانية معالي الوزيرة الدكتورة نيفين الكيلاني وزيرة الثقافة. أهلا بحضرتك مرة تانية معانا يا فندم. أهلا يا أستاذة كريمة. أنا بس بأكد مرة أخرى إنه ليس عمل مسرحي، هي كانت أمسية. وضحت الصورة اللي حضرتك وضحتيها جدا إنها أمسية خاصة، كان اسمه مقترح ولكن لم يعرض على اللجنة، فبالتالي لم يكن حقيقي. تمام تمام. السؤال بقى، يعني هل حضرتك كان ليكي اعتراض ما على عرض هذا الاسم، وخصوصا ان احنا بعيدا عن طلب الاحاطه او حتى رد الفنانين والمنتجين وغيرهم، شفنا ان في فنانين بيقولوا اتعرض عليهم تجسيد الدور زي الفنان كمال ابو ريا، وفي كتير جدا تصريحات ليه وان هو رفض تجسيد هذه الشخصيه لانه منشغل.
يا فندم انا المعلومه دي ما عنديش اي فكره عنها، عن ان الحاجات اتعرضت على ناس او رفضوا او قبلوا. انا كل معلوماتي ان المؤتمر الصحفي اللي اتعمل وانا كنت حاضراه ده اللي حصل فيه بالظبط. تم الاعلان عن مبادره مقترحه لبعض الشخصيات وكأمسيات في رمضان، ولما سئل مدير المسرح القومي عن الاسماء كان رد تلقائي جدا غير مرتب وغير متفق عليه. وتاني يوم على طول لما اتنشر الخبر انا طلبت بيان، وصدر بيان نزل في جميع المواقع الصحفيه يعني بيوضح ايه اللي حصل بالظبط. وزي ما قلت لحضرتك انا وجهت باختيار شخصيات تنويريه مؤثره في المجتمع في كافه المجالات تعرض على اللجنه المختصه ولا يعلن عنها الا بعد الموافقه عليها. تمام. طب معالي الوزيرة حضرتك إذا هل هنا كان الاعتراض على طرح اسم الشعراوي ولا على إن الاسم لم يعرض على اللجنة وياخد موافقتها؟ الاسم لم يعرض على اللجنة ولا هو ولا أي اسم تاني. طب لو عرض الاسم على اللجنة هل هيتم الموافقة على تجسيده في أمسية ما؟ تسأل في هذا اللجنة يا فندم، اللجنة ده اختصاصها. تمام، يعني إذا الاعتراض هنا على إن هذا لم يعرض على اللجنة وليس للأمر علاقة بشخصية الشيخ الشعراوي. يا أستاذة كريمة اتفضلي، نظر عن الاسم التصرف نفسه غير سليم، والاسم نفسه في عليه آراء كثيرة جدا، تحفظات في كافة المجالات الثقافية والفنية والاجتماعية، ولازم الاسم اللي يطرح ده يكون ليه أثر إيجابي على المجتمع وأثر في المجتمع من الناحية التنويرية اللي احنا محتاجينها بشدة دلوقتي علشان نغير الأفكار الظلامية ونكافح الفكر المتطرف ويبقى في جبهة تنويرية موجودة في الحياة الثقافية في الدولة. احنا بنشكر حضرتك جدا معالي الوزيرة على هذا التصريح وعلى هذا الوضوح وعلى دخولك معانا، وهذا ما كنا نتوقعه من وزيرة الثقافة أنها تدخل وترد وتوضح وجهة النظر لكل الناس حتى لا يصير الموضوع بشكل أكثر للغط. بنشكرك جدا وأمنياتنا بالتوفيق لكل الفعاليات اللي هتكون موجودة على مدار الفترات اللي جاية. شكرا جزيلا معالي الوزيرة الدكتورة نيفين الكيلاني وزيرة الثقافة.